اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل تابونا اي لايك. واش في خبارك بما بزاف ديال لي جون كيموتوا في 25 عام وما كيدفنوهم حتى 75 عام؟ ايه سمعتي مزيان، بزاف ديال لي جون كيموتوا في 25 عام كيبقاو حيين هكا في ذاتهم ولكن من الداخل ميتين. علاش؟ حيت تخلاو على الاحلام ديالهم، تخلاو على الطموحات ديالهم، تخلاو بوتيتر على شي حوايج كانوا باغيين يحقوهم ما داروهاش، كيولي بحال عظم الله اجرهم في ذاتهم، كاين غير هي واحد الجلده اللي هي لو كور والذات، اما الروح ديالهم ماتت. وهادشي كله علاش؟ على ود الخوف. الخوف كتهلك بنادم، الخوف من الفشل كتخليه الواحد محطم وما كيزيدش القدام. وافلس حاجه تقدر توقع لك اللي هي ملي تكون عندك نهار غادي يدفنوك ماشي غادي تندم على الحوايج اللي جربتي وبغيتي دير، نو، غتلقى راسك كنتي كتبكي وجالس قابط راسك. علاش؟ حيت نادم على الحوايج اللي ما عمرك جربتي، الحوايج اللي ما عمرك تلاحيتي ليهم، والحوايج اللي ما عمرك حققتيهم. دونك شنو كتسنى؟ تسنتي لهاد لا فيديو سي بيان، سير تغيكونيكت، الله يعطيك رضا مع لي غيف والاحلام ديالك. الا ما بغيتيش حتى يدفنوك تموت 25 ويدفنوك حتى 75 وزيدون، اعمار بيد الله، حق الموت ديالك الداخلي انت اللي كتقررها. كانت معك ناهد رشاد اللي كتعاونك باش تخليك تزيد في حياتك القدام. الى عجبتك الفيديو خلي ليا شي كومونتير.